اللي كانوا قدامكم هذو السيوده هذو شفتوهم يا ناس بلا شهاده وبلا شهاده الولاد ولاد الشعب بلا شهاده السيوده اللي كنتوا شفتوهم دركا قدامكم والله يا ناس الجزائر اليوم راهي راحت والله يا ناس والله بلا شهاده وبلا شي الدرك الوطني وبلا شي الشرطه وبلا شي لي غارد كومينو وبلا شي لي باتريوت وبلا شي الرجال الواقفون وبلا شي سيرت الناس اللي خدمت الخفا يا رجال الفحوله اللي كانوا في الميدان في التسعينات الناس تذبح والناس هربوا للخارج والناس راحوا درقوا والسفارات هزوا وراحوا لتونس وراحوا منا والناس ترقد على الربعه نتاع العشيه والسيوده والفحوله البرة في الزقاق وفي الجبال وفي الغيب في عقاب الارهابيين الدمويين اللي باسم الاسلام قتلوا 200 الف واحد في الجزائر. ردوا بالكم يا الشعب الجزائري المغفل، ردوا بالكم يا الناس اللي ما حضرتوش التسعينات، اللي يجيو اليوم ناس تحل في فمها ويقولوا لكم باللي راهو كيلارمي هو اللي كان يقتل وراهم لي سيرفيس سيكوريتي هما اللي كانوا يقتلوا، قولوا لهم وردوا عليهم وقولوا لهم حاشاكم، روحوا توضاو وضا وضوء الاكبر اربع خطرات قبل ما تنطق وتقول كلمه على سيادتك، قبل ما تقول كلمة على سيادكم، باسكو هادو راهم سيادكم. حبيت اليوم نرجع على الناس اللي مازالت مساكن مغفلين، اللي يتكلموا ويقولوا في التسعينات الجبهة نتاعهم اللي سموها جبهة الإسلامية للإنقاذ، وهي راهي جبهة الإسلامية موش للإنقاذ، للخراب، لزوال الجزائر. تآمروا عليها وتآمروا عليها وتآمروا عليها ومازالوا يتآمروا عليها لليوم. سامحوني، مازالوا يتآمروا عليها لليوم. أنا نقول لكم مازالوا يتآمروا عليها لليوم، ماهوش باش يزعزعوا الجزائر ولا باش يمحيوا الجزائر، باش يمحيوا الجزائر وتلحق يوغوسلافيا. ناس اللي اليوم حنا نحسبوا فيهم خاوتنا ونقولوا راهم خاوتنا وهذو عروبه وهذو ما نعرف واش، هما اللي تامروا علينا الاولين. ما هي لا اسرائيل، ما هو لي زاميريكان، ما هم والو، هما اللي تامروا عليها الاولين باش ينحيوا الجزائر من طريق. وكثر خير السيوده اللي كنتوا تشوفوا فيهم. والله يا الناس والله 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 يلو كان جات بلاد اخرى في بلاصه الجزائر والله راه ما بقى منها والو. والله اليوم راهي مش كيما يوغوسلافيا، راهي راحت خلاص، ما كانش اسمها ما كانش خلاص. انا نزيد نحذركم ونقول لكم ردوا بالكم، ما يغلطوكمش الناس ويجي يقول لكم راهم داروا انقلاب وراهو الشعب الغبي حاجه اللي ما يستاهلهاش فوطا على هالناس هذو باش يحميوا الجزائر وباش يخرجوا الجزائر من 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 الاضطهاد نتاعها وباش يديروا الديمقراطيه وباش يديروا الجزائر تكون كيما الدول كامل والجيش الوطني الشعبي انقلب عليهم. هذه راهي حكايه شحا، هذه راهي حكايه شحا. راهو من لازمكم الحقيقه، تعرفوا شنو هي الحقيقه؟ الحقيقة راهو كاين انقلاب، سي فري كاين انقلاب، صح انقلاب كان في التسعينات باش يرجعوا الجزائر افغانستان وباش تضرب الجزائر في بلاصة افغانستان. نعم نعم، كانوا باش يرجعوا الجزائر افغانستان، وكانت الجزائر تتضرب في بلاصة افغانستان. نعم، والناس اللي كانت حاضره والناس اللي شفت الوقت هذاك كانوا على بالهم واش راهو صرا. شوفوا نقول لكم انا القصه باش ما نطولش عليكم خاطر لازم لها حلقات،
لازم لها حلقات. توت كومونسي دون لي زاني 88 باش يكون في علمكم. بكري كان الحزب الواحد، جرنان واحد ولا زوج، المجاهد النصر الشعب وقيل او ماذا هو الوريزون، وكاين الحزب الواحد يقولوا لا فلان هو اللي يحكم ديما. حتى جاو 88 حرب، حتى جات اكتوبر 88 ناس كيما دركا الحاله ماشي مليحه، خرجوا دي جون، داروا دي مانيفيستاسيون، استغلوا هذوك الاسلاميين الذباحين كيما داروا في مصر، كيما داروا في تونس، كيما داروا بارتو. هم على بالكم جبناء، سمحوا لي قلت لكم هذو الاسلاميين معروفين بالجبن تاعهم. كيفاش يبقاو اللورا ويدزوا الناس لقدام؟ ها كي الثور هذاك اللي اذا دخل الثور على الباب وكسر الباب، هما الجماعه اللي وراه كامل يخشوا، واذا تكسروا القرون نتاعهم يرجعوا لورا. كيما هكا بعد صرات، صرات هكا في الجزائر، صرات هكا في تونس، صرات هكا في مصر، صرات هكا في سوريا، بارتو. هذو عندنا احنا في الجزائر في ليزاني 88 الناس خرجوا، وقعت فيها مشاكل ما بين لابوليس وما بين كيف يسموه لا جوندارمري والعسكر، اخرين تيراو على العسكر لا ريبليكي، كانوا البوليسيه في الشوك هذا يتيري، كانوا فيها موتى يعني فريمون. سيتا كيما قال واحد لغع الناس توفوا كيما قال واحد في حادثه ترى بارتو. من بعد شادلي بن جديد اللي كان رئيس الوقت هذاك دار خطاب وتحمل المسؤوليه، قال لهم انا اللي مديت الامر للجيش باش يفتح النار، خطراش الامر انفلت من يديهم، والخطاب نتاعو مازال كاين. شادلي باش يهدن الحاله اعلن على المولتي بارتيزم، قال لهم الناس دير اللي حاب يدير حزب يتفضل، ما كانش نوليو ما عادش هاد الحزب، يوليو الاحزاب. والجرنانات اللي كانوا في ثلاث جرنانات ولا زوج ولا ما عرف قداش كانوا ولاو 80، والحزاب ولاو 120، وروحوا الناس كل دارت. استغلوا الفرصه هاد الناس الاسلاميين اللي كانوا يخدموا لتحت لتحت، بزاف كانوا يخدموا لتحت لتحت، استغلوا الفرصه واش يديروا؟ يروحوا يقدموا الملف نتاعهم باش يديروا حزب. قبل الامانه هذوك الموتى هذوك اللي ماتوا مساكن، راحوا جماعه الجبهه الاسلاميه والانقاذ هما اللي طالبوا بلي كور نتاعهم، قال لك نتاعنا حنا، وعطاو لهم خرجوه من السبيطارات وراحوا يدفنوا فيهم بالغناء وما نعرفوا ما نعرفوا شو وبالواد الشهداء، وروحوا الوغ كيف اسمه في من بعد كي في الخطاب الشادلي داروا هذوك منا التعدديه. التعددية عاد الديمقراطية، راح نوليو ديمقراطيين أكثر من الأمريكان. عادوا الشرطة في الزقاق ياخذوا في الكفوف، عادوا الشرطة ما ينجموش يقولوا الواحد على قاريت في سون سانتر، عادوا الدرك الوطني ما يقدرش يتكلم مع الناس. ديمقراطية فريمون سكتوا برك، واحد ديمقراطية الشرطي يجي الواحد يقول له هات لي لي بابي نتاعك، يحل الباب ينزل يخنقو مع الحيط. شفتوا كيف الديمقراطية؟ هذه هي الديمقراطية اللي بدات بها في 88. من بعد داروا انتخابات بعد ما قبلوا للفيس هذا الفرون اسلامي دو سالو، الجبهة الإسلامية تاعهم للإنقاذ، تشارك وهي نورمالمون ممنوع، خاطرش الارتيكل 142 وقيلة لليوم مازال في الدستور يقول لك يمنع على كل شخص باش يدير حزب تحت غطاء سياسي ديني او جهوي. واضح الامور، يمنع كل واحد يدير حزب على غطاء ديني جهوي ولا لغوي. واضح الامور، نورمالمون كي جابوا نتاعهم هذوك يطيشوا. كانوا ناس اللي حبوا يحكموا الكرسي، وعلى هذا كانوا نقول لكم عمركم ما تقولوا راهو الجيش، عمركم ما تقولوا سياسيين هما يخليوها ومن بعد يمسحوا في الجيش. سياسيين كيما دركا يخليوها وهم يحبوا ديما حاكمين الكرسي، ما يحبوش اللي قاعدوا منه، الله يديروا كلش ويحكموا، ومن بعد كي تخلى يعيطوا الجيش. ها واش راح يجي؟
عطاو حتى بدا بيتر الشادي الوقت هذاك ما انتهموهش ربي يرحمه، كان راح اون ديبلاسمون يروحوا يمدوا لاغريمون للفيس. باه قال كيا خلي يشاركوا حتى هما كي احزاب وخلاص. ولات الوقت هذاك داروا نتاع البلديات ربحوا نتاع الفيس كامل، وراحوا هما نتاع الفيس عندهم مشروع، المشروع نتاعهم انا جايكم عندهم مشروع، وتبعوا تشوفوا كيفاه شكون اللي دار الانقلاب، تبعوا باش تعرفوا شكون اللي دار الانقلاب. الفيس كي شارك تحت الغطاء الدستور، ونورمال الدستور يمنعوا خلاوه شارك. من بعد ولا يستعمل في الجوامع، يستعمل في كيف اسمه في المصلات. انا ما كنتش فيس، وكي ندخل باش نصلي الجمعه يخطب عليا واحد فيس. اسكو هذه تصرا؟ الجماعه نتاع فلان في الجامع يخطب عليهم واحد فيس، الجماعه نتاع لارندي اللي في الجامع يخطب عليهم واحد فيس. وصرات، وحتى في نشف عليها خطره في واحد المسجد صرات معركه كبيره. جماعه ثاروا قالت ما نصليوش الجمعه، كي عاد حنا جينا باش نصليو وانت جيت تهضرنا على الفيس نتاعكم هنا، يا ثاروا الناس ما حبوش يصليو ووقعت فيها مشاكل في الجامع، وعندهم الحق. كيفاش ابن عمي تاع الجامع تاع الفيس وي تاع الجامع تمشي بكم هذا؟ دونك هما سرقوا هذا كيف اسمه الدين، داروه تحت جناحهم وجايين به باش يديو الانتخابات. داو الانتخابات البلديه، حتى البلديه مكتوبه كانت تشفاو عليها من الشعب والى الشعب، نحاوها فصاوها هذيك وداروا وقيلا بلديه اسلاميه كما قال واحد وخلاص، نحاوها بلديه اسلاميه. من بعد جاوا الانتخابات الثانيين هما نتاع البرلمان. اسكتوا برك، اسكتوا برك واش صرا، اسكتوا برك واش صرا. والله فوضى عمرها ما صارت في بلاد كيما هذيك كيما هذاك الوقت هذاك، عمرها ما صارت. وانا قاعد مع واحد صاحبي في الشوكه ونشوفوا هذوك جماعه الفيس كيفاش يجيو بالتوني نتاع لي زافغون لابسين افغان، ويجيو كل العسكر اكثر من العسكر متدربين كي العسكر، ويديروا في المانيفيستاسيون وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وروح من الشعارات هذوك. وانا وصاحبي نترجوا فيهم، انا كنت في الشوكه قلت له شوف نقول لك، قلت له كي ما يضرش الدم للركايب مالا انا ما تسمينيش. قال لي اهوا، قال لي والله يا انت اتبع الكلمه هذه، قال لي انت تحسب انت تحب ديما يبقى الحزب الواحد. يا خويا قلت له انت يبقى الحزب الواحد؟ لا انا من الحزب الواحد انايا، لا انا عندي كارطه تاع افلان انايا، انا ما عندي حتى كارطه تاع واحد، انا عندي كارطه تاعي تاع لا كازونديتي، وعندي لا كارطه تاع لا بريس. الوقت هذاك نشفع عليها كنت نخدم مع لو سوار دالجيري، ما عندي حتى مي هذا الشيء اللي نشوف فيه راه يجي دم للركيب. والله يا ناس قسما عظما بالكلمه هذه، والسيد صاحبي ومازال اليوم يقدر يشهد. من بعد صاحبي هذا بعد كي شاف نفتح قوس برك، نفتح قوس صاحبي هذا ما يخليش واش يقولوا صلاه تفوت عليه، كسوا الفجر ولا الظهر ولا المغرب ولا العشاء في المسجد. هذا صاحبي باش نفتح قوس، واش قال لي من بعد كي صاروا المشاكل؟ قال لي نقول لك واش؟ قال لي اذا الاسلام يقول هك واش راهم قاعدين يديروا الناس هذو، انا مانيش مسلم. بالكلمه هذه قال لي اذا الاسلام يقول واش قاعدين يديروا هاد الناس تاع الفيس، انا راني مانيش مسلم. قلت له بالعقل، مازال بالعقل نرخ القوس. اي بيان من بعد بريمير تور علي الشعب مسكين الغبي، خاطرش غبي ترمو كيفاش انت تجي رحم والديك يجيوك الناس مجموعه يمثلوا رواحهم هما للنبي ويمثلوا رواحهم ما نعرف واش هو، وانت تمنهم ما عندهم لا برنامج لا والو. البرنامج نتاعهم واش هو؟ البرنامج نتاعهم هو القران الكريم. قال حنا جينا باش نطبقوا الدين القران الكريم، هذا هو البرنامج نتاعنا. نورمالمون الشعب لو كان جا واعي وجا قاري وجا فاهم كان يقول لهم يا جماعه انتم تمسخروا بينا ولا واش؟
اليوم حنايا طلبنا باش حنا بكري كنا واش كنا ما كناش مسلمين كنا واش كنا حنايا حنا من بكري مسلمين وجايين اليوم تقول لنا باش نديروا الدوله الاسلاميه والدوله هذه اللي كانت واش هي دوله يهوديه ولا واش هو نو مشاو معاهم باش يعاقبوا الدوله مشاو معاهم حتى الناس اللي فوايو الناس اللي كانت تشرب في الكيف وتسكر وكانت دارت الفعايل السبعه دارتهم فوطاو معاهم فوطاو معاهم وصبحوا كل فيس ونزيد لكم كيما يقولوا هما حاجه اللي الناس كل ما نجموش ينكروا فيها ما نجموش ينكروا فيها داروا البوليسيه نتاعها صاحب الحي تلقاه باللحيه لهنا وهذيك البرازار هنا الشرطه اسلاميه المراه اللي ماهيش متحجبه يديروا فيها حاله الانسان اللي ماهوش باللحيه يديروا فيه حاله عادت الجزائر كامل الحي لهنا الحي لهنا اش نقول لكم انسان ساكن بنات في الجزائر وفي الوهرن وفي قسنطينه طيشوا عليهم لاسيد على ركابيهم اللي لابسين المينيجيل اللي جيب ولابسين اخرين واخرين حرقوهم على وجوههم اللي ماهمش متحجبات وراحوا يطبطبوا على كيف اسمهم الحفافات اعطوهم انذار قالوا لهم تحبسوا خرين راحوا للمعلمات قالوا لهم خلاص وعباسي المدني في التلفزيون اون بلان تلفزيون او مازالت الاخر قالوا له يا شيخ انت انتم راكم صاي ديتوا البريميتور ودوكا راح ديو الدوزيام راح تكونوا انتم الدوله كيفاش راح ديروا باش تخرجوا الجزائر من الغرقه نتاعها سي عباسي المدني واش يقول لهم يقول لهم نعم حنا نخرجوا الجزائر من الازمه نتاعها قال له اعطينا باكزومبل اعطينا كيفاش تخرجوها قالوا باكزومبل اللوجمون حنا اليوم الدوله دارت واش دير باش تقضي على اللوجمون اعطيونا كيفاش نتوما راح تقضيو على اللوجمون ايه تكلم سي عباسي المدني وقال لهم سهله قال الصحفي هذا قداش عندك انت يا اللوجمون قال له انا ما عنديش عندي فتوى ولا قال له لا قال له عندك لوجمون قال له قال له قداش عندك مبيت قال له عندي اف 3 قال له عندك اف 3 يبان نسكنوا معاك زوج عائلات اخرين قال له كل عائله تحكم بيت قال له يا شيطان يا شيخ قال له انت خيان ما تفهموش في 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 موش في في اف 3 خيان ما تفهموش كيفاش تروح تجيب انت زوج عائلات اخرين تدخلهم عليا قالوا احنا الاسلاميين هكذا كل حاجه نقسموها مع بعضنا هك بعد قال له انت ان شاء الله نهار نفوزوا الانتخابات انت عندك اف 3 يسكن نجيبوا لك زوج عائلات يسكنوا معاك تبعوا مليح واش راه يقول قال له معليش يا سيدي نروحوا للبطاله كيفاش نديروا قالوا البطاله سهله قالوا نقضيو عليها في الست شهور الاولى قال له كيفاش نقضيو قال له حنايا نبداو بالنساء النساء ما عادش حتى مرة تخرج تخدم خلاص النساء اللي يخدموا على الماكياج ويخدموا على منا يحكموا كل ديارهم ما كانش وديا وهذوك كيف اسمهم لي بوست نتاعهم يحكموهم الرجال هذا عباسي المدني هذا اللي زعما باش يكون رئيس البلاد بالكلمه هذه قالوا النساء كامل الدار المراه مدايره للدار دير الاولاد وتحكم الاولاد وتقعد ترونكيل باش مديره باش تروح تخدم بعد ما ما, ما عندها راجل يخدم عليها الحاجة الأخرى اللي تزيد كلها عباسي المدني الوقت هذاك اللي باش ما ننساش يذكرهم بعباس المدني نعم مجاهد وفنان و كيفاش؟ المرأة عباس المدني ايه سي ان اونسيان مجاهد ايه اونسيان مجاهد وانت على فلان وأستاذ جامعي وكان يقري في الجامعة هذه ما هذه كما قال لي ما يعرفش عباسي المدني هو رئيس جبهة هذا جبهة الإسلام هذا والإلى جال الفيس نتاع الانقاذ اللي داروها وكان اونسيان مجاهد كان اونسيان مجاهد كما قال واحد وكان يقري في الجامعه هذا هو اللي حكم الحزب هو الدعوه نتاع الفيس هو ليسونسيال قاعدين يبوزيو لو في كيسيون وهو يدير زيد قالوا معليش راك تحب النساء بصح ما تكفيش النساء ماهمش حاكمين كلش قالوا نعم قالوا عندنا ثاني الناس اللي نحبسوهم شكون هما؟ قالوا هذو اللي تشوف فيهم لابسين زرق وقاعدين يدوروا في الزقرتات يهضروا على لابوليس قالوا هذو ما عندنا ما نديروا بهم كيفاش يا شيخ ما عندنا ما نديرو قالوا ما عندنا ما نديرو قالوا عندنا الشرطه نتاعنا تخدم باطل تخدم باطل هذو كل يروحوا يروحوا راكم شفتوا كيفاش الناس كيفاش هاد الناس اللي يحبوا يحكموا الحكم من بعد
راحوا بداو يهدوا في الناس وبداو يضربوا في الناس وبداو كيما قال واحد كي راحوا باش زعما استقبلهم الشاذلي باش يديروا حكومه نتاعهم استقبلهم الشاذلي باش يعطيهم يديروا حكومه هو يبقى بين سي الرئيس حتى نجي الرئاسه خاطر هما دازوا بالبرلمان كي تجي الرئاسه باش يديروا رئيس واحد اخر الشاذلي راح يبقى رئيس وهو يجي يكلفهم يكلف عباسي المدني باش يدير نتاعو قالوا نعطيك دي بورتفوي بيان سور نتاعهم هما اللي نجحوا لي بورتفوي اللي راح يحكموهم كيما الداخليه كيما الخارجيه كيما لي بور لي غالا لي بورتفوي الكبار راح يحكموهم هما والاخرين قالوا لك لا ايه قال لك لا قال لك حنا نحكموا بريميرمون الدفاع هذه الاولى وثانية نحبوا المفاتح نتاع الرئاسة حنا خلاص ما بقاش فيها انتخابات خطرة أخرى يا ولدي انت كيفاش قال لك خلاص قال لك حنا هكذا هذه هي أول وآخر انتخابات نزيهة صارت في الجزائر خاطرش من بعد حنا ما فيها لا ديمقراطية ما فيها والو وخرجوا للشارع ايه خرجوا للشارع كيما كان واحد وبداو في الجزائر في وهران في قسنطينة في باتنا في خنشلة في عنبة يعيطوا كامل وش يقولوا لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول خلاص قلت خلاص سي فيني ما بقاش فيها لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول وين هو الانتهاء كيف اسمه الميثاق والدستور اللي مشيو عليه قالك القران مشيو على القران داروا غراف كيما قال واحد الناس ولاو كيما قال واحد ما حبوش يستعرفوا البلاد بدات تعفن بداو يطاكيو في الناس بداو يقتلوا في الناس بداو يضربوا في الناس يضربوا في الصحفيين بداو يقفلوا في كيف اسمهم في السينما بداو يقفلوا في التياتر مش عليها خطره انا كنت في الجزائر كان تياتر جاو للتياتر هدو قالوا له تقفل تقفل وكانوا صحفيين حاضرين ثم وكنا ثم ورايحين يضربونا قدام التياتر ومن نصاونا قالوا لنا نعرفوكم واحد بواحد وراو جاي التور نتاعكم واحد بواحد دونك كي شافوا كيما هكذا راحوا الشاذلي شافوا داروا اجتماع معاه الامن وداروا معاه منا قالوا يا ولدي قال لهم انا ما على باليش كان كيما هكا قال لهم انا حسبت ندير نعطيهم الحكومه يديروها والخطره الجايه ان شاء الله يكون في قال له قالوا دبر راسك انت اللي درت هالشي هذا حل وخلاص قال لهم ما عنديش حل ما عنديش حل تكلموا له قالوا يا ولدي اذا ما عندكش حل حنا هذو نهضر لك انا على الجنرالات والناس اللي ريسبونسابل الناس اللي حاكمين البلاد كيلو يودي اذا ما تنجمش حط الاستقاله نتاعك وحنايا نوعدوك باللي راك واحد ما يمسك وخلاص حط الاستقاله نتاعو اجمعه هزوا الموقف باش يحبسوا لاري دو بروسيس الكتورال وزيد حاجه اللي ما على بالهمش بها اخرين هو ان فرنسا لا بلجيك لا غراند بريطاني لي زاميريكان بارتو قالوا لهم راهو لو كان ديروا لنا دوله اجراميه كما يقولوا هما في الجزائر راكم تحملوا مسؤوليتكم دونك ما عليهم الا يحبسوا المسار الانتخابي وعلاش حبسوا المسار الانتخابي دبروا معايا تسمعوا نون سيلمون جماعه الفيس علي بالحاج نون سيلمون سي عباسي المدني مي ناس جاو من الكويت من فلسطين من افغانستان من ايران بقى فرد واحد ما جاش بقى فرد واحد ما جاش وكانوا يسناو فيه باش يجي باش تخلى الجزائر تبعوا معايا ونعاودوا نرجع ربي واش قال في القران الكريم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام في مجال التعبد في مجال التشريع كتب عليكم القصاص في مجال السياسه كتب عليكم القتال والقتال لا يكون إلا بأداة إلا بالسلاح الحكومة هذه تحب تقول لكم لا السلاح ممنوع وقانون ممنوع لا ينحيوا للشعب السلاح باش يبقاو هما مسلحين باش يديروا فيهم يديروا في لا غيرهم إذا بس خسونا حقنا أنا ما استناش الشاذلي ولا خالد نصار ولا أي واحد آخر يقول لي أنت ما ديرش السلاح تضربني أنتايا وأنت المعتدي ودير قانون أنت بداك ومن بعد تقول لي أنتايا راكم سلاح أوردر أنا أوردر بصح مانيش ارض للقران الكريم انتم ارض القران الكريم وارض السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انا جسمي ارض الله تخوفوا به
بينا حتى ولاو مسلمين. ايه ما كانش سلاح، ما نديروش السلاح، ندير سلاح برك ما انا كي حد يقولوا هكذا، ندير سلاح وندير الكراش. اه يخوفوا فينا. ربي قالنا في القرآن الكريم: ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ملة واحدة. ربي قالنا في القرآن الكريم: خذوا حذركم وأسلحتكم. أنا ما نخليش كلام الله ونتبع كلام البشر. كلام الله أولى. الإسلام يرفض العصا مما الناس يعتديوا عليه. حقنا ندافع على أنفسنا. نعم نرفض السلاح كما رفدوا الأب تاعي. هاو هنا عنده سلاح بالكراش رحمه الله. يخرجوا لنا طريق نرفض السلاح. هكذا. ولو كان نجيبوا من طاطاوين. ماشي من فرنسا. يتفضل إلينا أبونا وشيخنا الكبير والكريم الشيخ أسعد بيوض التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا عدوان إلا على الظالمين. أين أنا الآن؟ هل أنا في حلم؟ أم أنا في بلد عاد للإسلام فعادت له الحياة؟ أقول ليهود ولأعوان يهود، أقول لبوش، أقول للصليبية: مهلا مهلا، إن أبطال الإسلام في الجزائر أبناء الشهداء والمستشهدين، أبناء الشهداء وإخوة الشهداء. إن هؤلاء اليوم يتأهبون للمعركة الكبرى، حيث المعركة ستكون بين الإسلام وبين اليهودية، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ويقتلهم المسلمون حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي فتعال فاقتله. كنت أحدث الحديث في الأقصى، أقوله للمؤمنين، وكان العلمانيون يستهزئون بالحجر والشجر. حجر شجر مع التكنولوجيا مع الآلات المتطورة والأسلحة الفتاكة. ونام أهل فلسطين ذات ليلة كما ينام البشر على اختلاف وتباغض وتحاسد، فأصبح الصباح فإذا هم على قلب رجل واحد، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. زهدوا الحياة، زهدوا المال، زهدوا الولد، ونزع الله مهابة عدوهم من قلوبهم. كيف حدث ذلك؟ لا يستطيع أحد أن يفسر ذلك إلا آية في كتاب الله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن
ولكن الله ألف بينهم. هل تسمع يا شبير تكبيرات المؤمنين في الجزائر؟ هل تسمع يا رابين تكبيرات المؤمنين في الجزائر؟ هل تسمع إنهم على الدرب قادمون في جند محمد؟ إنهم على الدرب قادمون. أحيي الجزائر. أحيي الجزائر. أحيي شعبها. أحيي شهداءها. فرنسا والغرب 130 عاما وهي تحاول تكسير الجزائر وتغريب الجزائر. وربخ العلمانيون وظنوا أن الأمر قد استتب للفرنسيس في هذا البلد. فإذا كتاتيب ابن بعديس وجمعية العلماء تفتح الكتاتيب وإذا هم يعودون إلى القرآن ومن المساجد خرجوا إلى الميدان ليقاتلوا أعداء الله. فكانت تحرير الجزائر معجزة لا يتصورها لا يتصورها أحد. كيف حدث ذلك؟ لا أزال أذكر أن الفرنسيس كانوا حينما يقتلون جزائريين يستشهدون يقولون قتلنا من المسلمين كذا وقتل منا كذا. إذن هو إسلام وكفر. ولكن العلمانيين سرقوا الثورة. ولكن إلى حين فخرجتم خرج قمقم الإسلام خرج مارد الإسلام من قمقمه. فإذا حركة الإنقاذ يذهل لها العالم كيف حدث ذلك؟ كيف حدث ذلك؟ هل عاد الجزائريون إلى إسلامهم؟ أرسلت برقية تهنئة للسيد عباس بدري بعد النجاح في الانتخابات. أقول له لنجعل الجزائر نقطة الانطلاق لتوحيد المغرب العربي الكبير. على أسس من الإسلام وانطلقوا نحونا نحو المشرق لتردوا إلينا الجميل الذي حمله آباؤنا إليكم لتنقذوا فلسطين فهي في انتظاركم. شعبها نساءها رجالها أطفالها. أحيي الإسلام في الجزائر. هل أنا في حلم؟ ماذا حدث؟ Yeah.
جميل، جئت بقدرك إلينا لنذبحك بأيدينا. جاءني قبل أيام في عمان مندوب التلفزة العالمية وكان كنديا. الله مدمر الأكاسرة، الحمد لله مبيد القياصرة، الحمد لله مهلك الطواغيت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يا طواغيت العالم، إن خيول الإسلام مسرجة. يا طواغيت العالم، إنكم عاجزون أن تطفئوا نور الله، وأصلي وأسلم على أميري وقائدي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن جاهد بجهادهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب المجاهدون، إني أحبكم في الله. وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأن تنطلق الخلافة المنتظرة من أرض الجزائر بإذن الله. وأن تنطلق الخلافة المنتظرة من أرض الجزائر بإذن الله. ولله الحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون.
هذا شيء يعني لو مينيموم اللي عديت لكم درك. لو مينيموم ناس جاوا من الكويت كما شفتوا انت ذاك زعما شيخهم هذاك اللي جا من الكويت واللي قال لهم تبدا يبارك بالدوله الاسلاميه، وجاهم الاخر هذاك اللي قال لهم لازم نديروا الخلافه تبدا من الجزائر ونروحوا نجهدوا ويمدوا في الرسائل بوش ولينا. يا سيدي انتم احنا جينا نديروا انتخاب ولا جينا نجهدوا حنايا في واش يقولوا سي نورمال، لازم نحبسوا هذه المهزله هذه نورمالمون، ما نستناوش الوقت هذا نورمالمون. كي كان علي بالحاج قال لهم نهزوا السلاح ثم بعد ستوب، ثم بعد كان يتهز من ثم من هذيك البلاصه اللي قال فيها باللي نهزوا السلاح، وديجا جابوا السلاح وبداو يقتلوا في الناس، واش بقى؟ نقول لكم يا ناس راهم داروا مناكر قبل ما يعلنوا واش يقولوا لاغي دو بروسيسيو سيليكتورال، والله امنيين وعمرو ما سمعها واحد نقولها لكم، امنيين مساكن دخلوا بلباس مدني في وسطهم وفاقوا بهم صحاب الحي نتاع الفيس. على بالكم اللي كنقول لكم واش داروا لهم، ما ترقدوش الليله هذه، ما ترقدوش الليله هذه. كي تفوت المسيره يلقاو لي ليمون تاع لي سيكوريتي من الطايش وبابشع صور اليهود ما يديروهاش، بابشع صور وما نقدرش نقولها، والله ما نقدر نقولها، ما نقدرش نقولها باسكو راني قلت لكم هتلر ما دارهاش، هتلر ما دارهاش. معليش قتلتوه ما كاش مشكل، علاه يعني ما نجمش نقول لكم واش يديروا هذاك المسيره، راهي الاف نتاع الفيس يقولوا وهما يجزروا نتاع الامن هذاك حتى في المساجد، حتى في المساجد في الميضات ذبحوا دي سافي سيكوريتي، ذبحوا دي سافي سيكوريتي باش يكون في عينكم. دونك ربي سبحانه عز وجل والرجال الفحوله اللي ما خلاوش الكوديتا اللي يحب يديروا الفيس، وكثر خير جماعه اخرين نتاع الفيس اللي داروا اللي كانوا مساكن شافوا يحسبوها كي جاوا باش كيما قال لك كي جاوا باش يديروا حتى هما دخلوا معنا. علاش نقول لكم حنا ما تقولوش يا جماعه هذا الماك اللي كان في الماك كامل راهو تيرورست؟ لا يا اخي العزيز سامحني، جماعه اسوا من كانوا من المؤسسين تاع الفيس، وكي شافوا باللي بدات فيها الانحرافات والقتيله وعرفوا واحد باللي خرجوا قال لك حبس حنا خاتين، وراحوا للتلفزيون وعلنوا قال لك حنا خاتين اخويا ها هو صح يشرح حنا رانا جبدنا روحنا، ولحقوهم وحبوا يقتلوهم وحبوا يصفيوهم كما قال واحد. وللاسف للاسف بعض من الناس اليوم راهم محقورين من هذ الناس هذو اللي منعوا الجزائر، اللي منعوا الجزائر من ايادي الاجرام، واللي منعوا الجزائر ما خلوهاش تولي كي افغانستان، وما خلوناش يصراو لنا كيما صرا لافغانستان. على بالكم اللي قلت لكم عليه قبيل السيد اللي ما جاش وكانوا يستناو فيه وما جاش، هو اسامه بن لادن باقيين يستناو فيه غير هو، غنوشي جا الدعاة كل جاو في الجزائر بقاو غير هو باسكو يستناو باش طيح دوله يحكموا هما يدخلوا الرئاسه يجي اسامه بن لادن. ولو كان جاء اسامه بن لادن الوقت هذاك وصرات هذيك الضربه نتاع لي تور جمال كي ضربوا، كانت الجزائر وكان الشعب الجزائري الغبي هو اللي كان راح يسلك لا فاكتور سيتي لوي. الوغ نقول لكم تحيا الجيش الوطني الشعبي، فيف لي سافي سيكوريتي، وفيف الرجاله اللي منعوا الجزائر. ويجي اليوم واحد يتكلم لي ويقول لي مخابرات ارهابيه وما نعرف واش وما نعرف واش وما نعرف واش، انا نقول لكم روحوا توضاو وروحوا تغسلوا روحكم قبل ما تهضروا على سيدكم. خير من هنا بيتيتر من بعد نرجع لكم على ما حبيتش نزيد نطول باسكو نجيب ليله كامله وانا نهضر ما نفضش، ولكن من بعد نرجع لكم على سيرة نوتر سوجي اتوتال. يا غير ربي ما قالوش الجيش الوطني الشعبي
هذا مستورج من الخارج. On oublie seulement que cette armée, c'est l'armée de notre pays. On oublie seulement que ces généraux, vous avez tout le haut commandement de l'armée qui est là, très grande majorité, ce sont des enfants de notre peuple. S'il est arrivé par le passé que l'ANP se soit initié des problèmes politiques et autres du pays, je le dis oui. Nous avons dit aussi que nous avons vaincu le terrorisme, même s'il continue à tuer de nos citoyens. Mais le terrorisme est vaincu. Par contre, l'intégrisme est intact. C'est une lutte d'abord à caractère politique, à caractère économique. Celle-là, malheureusement, elle n'a pas encore atteint ses objectifs.